الحقيقة يا أحمد أنه بالظبط زي ما أنت قلت، اللي بيحصل في الوقت ده لازم يترد عليه، لأن اللي بيحصل في الوقت ده معروف هدفه. الهدف هو تشتيت النادي الأهلي، تشتيت كيان كبير، وإن احنا نرجع الكيان ده لورا، وده مش هيحصل. وزي ما احنا وعدنا الجمهور من أول يوم إن احنا هنوصل صوتهم من خلال برنامج السادسة، فاحنا بنوفي بالوعد ده. والنهارده بإذن الله في الحلقة هيكون في تفنيد للحقائق وكلام بالأرقام، مش كلام مزيف ولا تزييف حقائق أبدا زي ما بنشوف. هنتكلم بالأرقام وهنقول ليه النادي الأهلي، وهنرد ليه النادي الأهلي أعظم نادي في أفريقيا وفي مصر. وزي ما قلنا انه هنوصل للجمهور صوته، احنا كمان الجمهور ليه حق علينا ان احنا نرد على اي حد بيتطاول على الكيان ده، اي حد عايز يوقع الكيان ده، ده مش هنسمح بيه ابدا. خليكم معانا في الحلقه وهتشوفوا باذن الله الرد.